قربوا خدعتولي خدعتولي. خد وش بيك؟ اروح اروح وش بيك؟ اروح ما انا ولا اختي كيف كيف. اروح اروح ما خدعوش ما خدعتولي. مشي هي ادخل اختي. شفنا بهدتنا هني يقول لك خليني يطلقني الله يرحم بابا. خليني مبروك عليك مبروك عليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
شوفي كلمي لي لالا قولها تجيد لك لي العريره شويه وجعني. لالا لالا تكلمي سيدي. واش بك؟ ظهري راه وجعني يا اختي، ظهري وجعني. شوية تحت شوية. أيوة زيدي هودي شوية تحت، زيدي شوية. لا أيوة تما. دكت صح. مانيش نوجعك. لا لا هذاك الراحة راهي نزلت عليا مليحة. أيوة بدات الراحة شوية تنزل علينا. أيوة شتي كيفاه. أي صح صح خلاص خلاص. يا ربي فرغي لي فنجان القهوة. ديري شوية الزبدة بالكسرة. بسم الله. شو القهوة؟ راي قهوة بالحليب. تبرك هكاك وخري الكب على الميدة وخري. بعدي حطي منا باش ما يهدكش. سيدي 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 الله الله كيلو قبيح سيدي يا سيدي سيدي سيدي. عيب كبير هذا سيدي، عيب كبير. الطفل اللي راك مربيه ما بغاش يحشم سيدي. ايه ما بغاش يحشم. نعم ما بغاش يحشم. ربي يهديه ربي يهديه. كل الصباح كل الصباح يجي يتخمر لي عند باب داري. المراه الا خرجت من تياقه تنشر ولا تنفض يقابلها ويكحل عوينه تاع عليها. علاه سيدي؟ ماشي عيب هذا؟ لازمك تربيها سيدي، واذا ما قدرتش تربيه حنا نربوه. اسمع يا ذاك الراجل زين. نعم. هذه سوسه ربيتها انا ماشي طفل، ملي كبر وانا معاه في المشاكل. بس احنا نعطيك كلمه شريفه قدام بني عمك هنا، انا اللي غادي نستكلف به وردوه في نظره. بارك الله فيك. اسمح لي سيدي اسمح لي. هيا قدامي سيدي الهبي. تربحوا اسمحوا لنا. اسمح لي سيدي. صار درتها درتها وجيت خزنت هنايا. جيت هنايا خزنت ياك. بعد اللي درتها جيت خزنت هنا. فوت قدامي فوت. ادرك عليا فوت عليا فوت عليا فوت عليا. ها وراسك. فوت عليا وراسك. فوت عليا. ما تحشمش انت. ما تحشمش على روحك. خلاص عقلي خرجتو لي يا سيدي. كل يوم شكوات عليا، كل يوم عليا شكوات. خلاص شد الفاتح هدي الدراري يقراو ونهم الحانوت حله. لا 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 لا
ذرات خير يراه ومن يعمل مثقال ذرات شر يراه صدق الله العظيم. صباح الخير حاج عيسى. صباح الخير الحاج موسى. هلا حاج عيسى. ناضت لي دملة في المضرب الشين. تكذب الموضع الشين هو وجهك وين؟ ما راني نشوف فيه والو. تضحك على المخلوق ولا على اللي خلقه؟ داري ما تدفع مع عينيك هدي واسوف وصل هالدار. سبحان الله العظيم هاي عباد يا خالد ما كفاش المشكله اللي دايرها لي راه في خمس دقائق. راح داك الزمان وناسو وجا دا الزمان فاسو وكل من يتكلم بالحق كسروا له راسو. صاحبي هي اللي قادرة تقتلني مشينا.
نص برا في الصباطة. عاودي دوك نكمل ونسمر على الثمن. كليت يا؟ ايه كليت. اما لا زيد كول. ايوا هاني كليت. وانا هاني سمرت علي. اسمع لو كان تدخل ديم بالتالت الى طلقت المرأة. هيا صح نشوفوا هس. هيا العب. هاك تاكل. هاني كليت. هاي. واحد، جوج، ثلاثة. هاني دمت طلق المرأة. هودي هو قلتها غير هاك. ايه انت اللي قلتها. وما كانش لي يضحك ولا؟ ايه ايه ونطلق المرأة على جال الضامة. انت اللي قلتها. هودي هذه غير الأولى يا نزيدوا الثانية. هيا نعاودوا. هيا دقا للوالدين في خطر ربي. صدق 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 للوالدين في خطر ربي. راني كل يوم نشوف فراق وجهي على بالي بيك. على بالي بالبنت اللي تحبها. إليك بلا تكون بين يدك. بالصح بشرط روح عند سيدي جيب كتان كيما هذا. صدق للوالدين في خطر ربي. صدق للوالدين في خطر ربي. وين راكم المؤمنين؟ صدق للوالدين في خطر ربي. الله ينوبة. صدق للوالدين في خطر ربي. وين راكم المؤمنين؟ الله ينوب. هاتينا خبيزه انا يفتح عليك. ما عنديش. هاتيني شويه درهم شي خبيزه. ما كانش. هاتيني شويه ما والله لا راني نموت. ما عندي لا ما انا دراهم. حالتكم راهي تشف اكثر من حالتي. علاش ما تخرجوا تطلبوا العيش ولا تحشمتوا؟ سلام ورحمة الله. بسم الله. هذه السلعة. هيا قدور هيا قدور هز روحك هيا هيا ارحم والديك. هاكا سي موسى. اه صح. اسمح لي الحاج موسى تبدل. تبدل. عاوني انت. وصل هذا المخزن. ايوه ايوه ما زلت في عمى عينيك. هذا ذيب ما يسرح بالنعجه. روح روح ارحم والديك. ادي الخشب نتاع سي عيسى وصلهم للدار. هندرك مقبالي. اصرح هذا حرام. القران يقول يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤدين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. توصف حرام. يا واحد الذياب ياو اللي ما يعرفهمش يقول نخلي ولادي ونروح للحج. صار توصيف حرام. هذا وين تعرفوا حرام. Hey!
لالا جاب الخشب الجديد باش سدو الزربيه. بوكو راجي ومي باباك جاب هذا الخشب حنا ما عندنا وين نديروهم. ها وها وها يا وي دخل مره واحده اخرى لهاد العتبه غير كسرت لها راسها. كيف هذا نقعد؟ اقعدي كيف هذا نقعد؟ صبري يا بنتي كل ما نحب نتكلم تقولي لي صبري. صبري ورا الحقوق تاعنا يا مراه. حقهم عند العبد احنا حقنا عند ربي. ايه حقنا عند ربي تشوفي ما عندنا حتى تشوفي حقنا عند ربي. يا حاجة السكتي يا ماطران شو خصكم اخي؟ قلنا لك سكتي ركبوه وخدموا به. لكن من يركبها مرقع لي الخشب 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 ريحي في مرقع الخشب ريحي في مرقع الخشب مرقع الخشب عليا خليه تم راني نقول لك خليه تم خرج الخشب قلت لك خليه تم خرج الخشب عليا سكت عليا ولا دوك نعطيك طريحه راهم في ثلاثه عندهم الحق دير في بالك يا جايح باللي 100 مره ما يلحقوش قدام الرجل طز هيا اذهب عليا حيره فيكم تنت المراه وين طاحت في تحت قدم راجلها علاش كي تنضرب في خاطركم كلكم خمصوصين وجيعانين ومضيومين غي انا ونحذركم يا خوك راه غابنا دايدا جيتي لنا معايا دايجينا معاك دايجينا معاك شفت انت واحد عنده السنان يسيب التمر وما ياكلوش تم وين صبتني مهلوك من كثره التمر طاح في ضروسي كون درتو كيما انا ضروسي عندي الكل كان جيتي جابك سعدي كان قعدتي مرتي عندي مسكين كاش ما صوت؟ ما صوت لا تلا لا ما صوت ولا تلا انا وحقتني شوف نجربوا الطلبه انا وياك اللي يسو شوف تخدعني اللي يصوروه نتقسموه هيا هيا يلا هاتي يلا هيا انا نقودك يا ولادي في خاطر ربي والوالدين يا ولاد سيدي قال الوالدين في خاطر ربي يا ولاد سيدي قال الوالدين في خاطر ربي يا ولادي بحق الوالدين يا ولاد سيدي قال الوالدين في خاطر ربي يا ولادي بسبيل الهولك يا عفيف نعم مازالك تبع الغزالات هضر مع سيادك ولا حشمتو من تبع الغزال ايه ديميلال ما تعرفوا مساعدتكم لان الفقير ما عنده حتى مشكل ادعي لسيادك ادعي لهم الله يفتح عليكم قسموا بيناتكم يا ديميلال ارجع اعطيني حقي ارجع انا يقول لك ارجع لك خاطر امك اسنس انا يقول لك ها ها سيدي ها ويا خاطر امك عطاونا كاغر لا 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 انا سمعتها بودني شا سمعتها قال لك العمى ما خليتك العمى ما خوتك لا اعطاك ورقه وقال لك اسنس يا خاطر امك انا يقول لك ولي ما تحضر لي العمى ما قلت لك اسنس خاطر ها كاغر تقول هاك خدعتني ربي هو اللي خلص ياه علاه تخدعني علاه علاه ربي ما كاش
سلامة بسيدي. بسم الله بسم الله يا فتح يا رزاق. بسم الله. تفضل. يا ربي يا بركة الوالدين. عالسلامة. واش راي الحالة لاباس؟ لاباس. ماكي بخير. حراني. ماكي زهرة اليوم يا. ماكي زهرة. تفضل سيدي. صح بسم الله. كل حلوة سيدي. صح. نتاي نشرب. يا. نحو الحلوة نظرة في عينك هذيك هي الحلوة. لو يدنا نودها يجي دخل هنا الحب يجنن. ظلك الكركرة وجيب عليك حتى رجليك من شعرها. اكسب 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 رجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المصيبة. مشي من عويد ويجي درك. صبات صبات صبات. الباب لها مغلوق. بنت خالتي. واش بيها؟ مرت سيدي. وضربها راجلها. طردها. جات تخبى عندي. مسكينة. راح تقعد؟ وانت ما تخلي لي لا قهوة، ما تشري لا لاتاي، ما تخلي ماكلة، واش نعطيها تاكل أنا واش نعطي لها؟ من مقبل وهي قاعدة هكذا ماشي عيب؟ وأنا شي باغي ندير لها؟ روح جيب لي. هذه ماشي دار هذيك. وين؟ رايح للدار. لا والله ما راك رايحة حتى تشرب حاجة.
ومع رجلي. هذا قال الله دروك مع رجلك اختي. والله ما يلحقك. ها واش حاسب ان بلاد الناس لعب ولا كيفه؟ المراه بالحامل عند شهرها تضربها قاعده كالطرب. والله ما يلحقك. ها حاسب بلاد الناس لعب ولا كيفه؟ مراه على ود شهرها بالحامل تقيسها برا تضربها قاعده كالضرب وتجيناها قاعده لهنا. واش على بالك؟ ها واش كاين؟ ها المراه بتخالتي اللي ضربها قاعده كالضرب بالحامل المسكينه ولحقها حبت تجي معاها درك ما تجيش. ما هيش جايه ما هيش جايه كاع. ارمي هيا ارمي هاك حطيهم لي. سيدي مرتك صغيره. نعم وراها بالحمل. نعم لازم تكون شويه ظريف من جهتها اخويا. يا ودي راجل زين الانسان يبدا يبقى يصبر يصبر والله الله الحد هذاك هو لعنه الله. انا علو الشيطان انا علو الشيطان ورجعوا لدويرك. لا لا الله تشرب شويه قازوز. لا لا صح راني تل هنا ما عندها كاع من يفوت القازوز. هاي صح. عائشه هايطي لها هايطي لها تمشي معها. هايطي ماهيش جايه هايطي لها قلت لك. يا ودي روحوا انا اللحقها حتى الباب الدار. روح روح يزول عليها زعاف ونجيبها. صح يكثر خيركم ما يكون غير خير. مرة على مرة خليها تجي تزورنا. تونس عايشة أودي على حسب ما شافت عيني أنا اليوم مرتك تستاهل كل خير. الله يسلمك. سمعت يا أخي الخصلة في عدوك. إيه سبقها وهمد. والعاقل ما يشد للناس حسيفة. القاصد الملاح يعرف من يقصد واللي رقبه شاوره المعرفة من قرينك هكا. الله يعطيك الصحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وشرا؟ لاباس الحمد لله. والله لاباس. وش بها المريضة؟ العين ما عندي بول. عين الحسين. ورا الزيارة. ويسر منهم. ورا الزيارة. ها. الشفاء عليها إن شاء الله. اللهم أمين. الشفاء. اللهم أمين. الشفاء يا ربي. أرواحي المريضة. الله يا سيدي عابدتكم مع بنيتي. ما شاء الله. الله الله. بسم الله. الله الله يا سيدي عابد. أنا كلهم في حملة بنيتي فيها. Thank you.
ايا بالشفاء عليها مفهوم بالشفاء بالشفاء ان شاء الله بالشفاء ربي بالشفاء ان شاء الله اللهم امين الحمد لله الحمد لله يا ربي بالشفاء ان شاء الله بالشفاء بالشفاء عليها ان شاء الله بالشفاء بالشفاء you
دير ياه الشيطان هو نوى ما تحشمش انتو البهايم وما طلعتوهمش رضات الوالدين في سبيل الله اولادي الله يشافي المرضى زيارتكم مقبوله ان شاء الله الله يشافي المرضى الله يجيب الشفاء الله يجيب الشفاء ان شاء الله عند الطالب الله يجيب الشفاء ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام واش بها؟ قال الله سبحانه عز وجل والذين يرفضون أزواجهم فلهم نار في جهنم والذين يرضون فلهم جنة صدق الله العظيم صدق الله العظيم هيا بنيتي فاطمة ريحوا السلام عليكم سيدي الحقني لك العقلام ولا لا ما اخويا زرده راهي حداك فيها شي لحم اللحم كلها طالب والطالب ما علاش كنا خلينا وحنا عطينا لحم وحنا هذي حيله مزيان ما كنت جابت Ah!
راني نسمع واش تراني نشوف. والله العظيم ما تمسها اليوم ندير لها ما داروا للطبل في جبابه. والله العظيم ما تمسها. لا الشيطان، لا الشيطان، ها وراسك بانكم الشيطان، بانكم الشيطان، على الشيطان. يلاه هني في القريه، والله راه الناس قاعده يشوفوا يا نور، والله قاعده يشوفوا الناس. نعز الشيطان، والله ما تخير وحده على وحده، والله وراسك هاولا انتم داكك. لا تخير وراسك وحده على وحده. هاي ما اما ما تخافش ربي. سيدي سيدي جاو الرجاله تاع الصباح. ها هو زاد الهم على خوه دروك، زاد الهم على خوه. جناو عليا، جناو عليا. لا تما صوتك، خليني في حالي، خليني في حالي، وخرني وخرني يا كل مره. يا قدوم يا قدوم، اخرج اخرج. يا كيما واش كاين، كيما واش كاين. هادي مرتين اللي في الصبحه هو يصدب علينا، عيب كبير هذا زيد. احب يقتلني المراه سيدي، خرج علي، خرج علي، يشرب له دمه اليوم. اسمع يا سي قويدر، العاجل مقضى صوالح، وميزان الخفيف مرتب، الراي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب. غادي تتبع الزعاف وتعمل به غلطة اللي توعد نادم عليها طول حياتك. واش حاسب حنا عندنا النيف هذا، هذا مش مدير خلونا هذا. وانا نحلف لك وراس الملح اللي كلينا في راحه، غير عاقبته والمعاقبه تاعو تشتهي اليوم نزوجه به حول الله ان شاء الله اليوم، وننسى يا الربع راهم ثلاث. كون هنا بدا على كلمه فات على روحك، يسال على بليس اللي فات على كلمه فات على روحك. هيا نعلو بليس، هيا 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 سيارة. واش ما الطريق اللي تسلكني انا؟ تسلكني وين راهي؟ الطريق اللي تسلكني ما صبت، الطريق اللي تسلكني مع هذا الانسان ما صبتش الطريق اللي تسلكني. ها هي انا الطريق اللي تسلكني اليوم نربطك. ايوه جيب يدك نربطك. ايوه هذا ما يسلكني معك. اتمشى. ايوه المشاكل كثروا عليا المشاكل، من المشاكل طلع لي الدم من الدماغ نتاعي، راه فاير طلع لي الدم، راه فاير الدماغ نتاعي. اسمعوا انتوما اللي تدنى وتطلقه من الرباط راهي حرمه، وانا حلفت، حلفت للرجاله باللي اليوم نزوجه كيما كان الحال نزوجه. ابداو توجدوا وجدوا، خملوا صوالحكم، ابداو تفتلوا اليوم نزوجه ان شاء الله. ناك على ربطك حبي زوجني اليوم، حبي زوجك مالك على ربطك. مش ما نهربش، باش ما تهربش. ما مسلا تريد أخطر
فرحان. الله. السلام عليكم يا سيدي. السلام عليكم. عباد الله، راني لقيت هذا الخير قدام باب الجامع، وما رانيش عارف اش كان العمى ما حليت واسي. هاك واسيدي. بسم الله، بارك الله فيك سعيد. المهم اللي راطيحوا برا. بارك الله فيك سعيد. الله سبحان الله العظيم وبحمده الكريم. عباد الله، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. راكم تشوفوا في هذا الإنسان الحالة تاعو كي راه دايره، وشوفوا ما سخفش وجاب الأمانة هذه ما سخفش عليها، ولكن هذا هو الإسلام يوصينا كيما هكذا. ربي كافيه. هذه يومين ما كليتش يا سيدي، والله ما كليت من كثرة الجوع اللي فيها السلوى اللي باغي يطيح. أشوفوا سيدي أشوفوا. عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. راكم تشوفوا هذا السيد مسكين كي راه داير حالته لحالة، ماذا بينها نعينوه في سبيل الله. الله يكثر خيرك يا سيدي. بسم الله بسم الله. الله يحفظك عليك. الله يحفظك عليك. الله يكثر خيرك يا سيدي. الله يكثر خيرك يا سيدي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول غفور رحيم وليدي، من بعد تخلف الوقت تاعك. استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنسان كيصلي ليل وقربان رحمة من عند سيدي ربي الحاج عيسى، رحمة من عند سيدي ربي. الحمد لله. السلام عليكم عباد الله. عباد الله وبركاته. توخفت خوتي توخفت. أما الناس راحت لي، طاحت لي هنا قدام الجامع. يرحم والديكم، مجمع اللي لقاها يردها لي. في ميزي يا سيدي الفقيه، رزقك حلالي. راه جابوا واحد الإنسان مؤمن وعطاه للشيخ الإمام. وسيد هذا راه موجود معنا هنا في المسجد. راح راهي موجوده الامانه، ولكن عطينا الوصاف تاعو حاك باش داير الامانه هذه. شكاره كحله صغيره فيها 7 مسايس ذهب مربوطين بخيط ازرق، وزوج سناسل دبلون مربوطين بخيط اخضر، وزوج خوات. صحيح، ها هي الامانه تاعك. اربح. يرحم والديك، يعطيكم الصحه، الله ينوركم، مازالوا جو الخير، بقاو على خير. شافي من دارو خير يا سيدي. بسم الله يا ربي. بسم الله يا ربي. يا سيدي. ها هيا قدها لمي. بزاف يا سيدي بزاف. هاك. الله 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 الله. هاكي.
وهذا واش سيدي على سيدي وهذا واش كرسي كبير ها غادي روح حتى مصر الله روح الله ينعم بها خدمه معاك صدق علي الوالدين في خاطر ربي صدق علي الوالدين في خاطر ربي ما غير زواج اللي نزوجو يا سي عيسى وراني حالف راني لازم بنسايا للربعه الا كان ما زوجتوش وعليكم السلام ورحمه الله الا كان ما زوجتوش راهم يحرموا سايا للربعه العرس حنا نقوموا به بصح المصيبه الكبيره كيفاش نديروا بالمراه اودي يا سي عيسى نسى ما كاش كاين نسى الا ما صبنا وحده بكره نصيبوا طفله فاني اللي تقوم بينا ان شاء الله تكون هجاله واش بيه علاش راك باغي تتزوج قدور يسخسوا اللي بغى لشكون باباك وقول لهم خالي العود نجمه شكون بابا ورام والديا شكون انا صابني سيدي مرمي قدام باب الحانوت رباني ما بالي كلش على هادي قبلت نزوج وراك عارف مع من غادي يزوجوك تمنى تشبهلك خير لالا مسيك بالخير ها كلفني سيدي باش نتوزر على قدور جيت نديه ها الطريق فوت اي نوض غادي تروح معايا شوف انا جبت لك العسل هات مشى قدام قدور ما تجيب لناش المشاكل مع سيدي فهمت واو الحسن وما تكترش بالك تحرك ها يا اهل البيت مرحبا سيدي زارتنا بركه الله يسلمك اتفضل ايه فكرتني في دوك الايام كي كنت على ديداني يا ودي ما زلت تشوطي البارود يا زبيده البارود حتى شلاغ من ادولي
خير ما شقاك؟ اللي شقاني يا زويده راني هنا. خير؟ عندي واحد الوليد بغيت نزوجه اليوم، وعدت الناس باللي اليوم في هذا النهار نزوجه، راني مربيه. ايه وجيتك كاش ما دبري لي على امراه. يا حسره، هذيك المنا ما فاتت، اللي هجرت هجرت، واللي راحت راحت، واللي ماتت ماتت، واللي زوجت زوجت، يوم يقعد في الواد غير حجاره، وانا قعدت غير انا وحجيراتي. هي هذه المصيبه. سنى سيدي، سيدي سنى نطيب القهوه. الله يخلف زبيده، انا الا ما زوجت الولد اليوم نسايا للربعه راهم حارمين، وراهم يستناو فيا الحاج عيسى والحاج موسى، راهم برا. حاج عيسى وحاج موسى. وهادو وقتاش حجوا؟ حجوا بكلمة. يوسف يوسف هيا هنا يا يوسف. يوسف هربت؟ هربتوك الحقارين ها؟ حبوا يزوجوني اليوم. يوسف يوسف أعطني شوي عسل. باش تقوي نفسك. ها هاك اشرب. صح رد بالك، رد بالك تبهدل سيدك. لازمني نهجر بلاد الشر، يجي النهار والجبل هذا كله يردمكم. وانا علاه؟ وش بك يا بنتي؟ هذا راجلك، هذا راجلك يا وحبيتي تتمي ولادك ولا؟ راني مغبونة، راني جيعانة، راني عريانة، وحنا غير صابرين وغير يزيد يزيد يزيد. ولا بوت سعفي انتي مرتو شحال من سنه وانتي معاه وانتي الكبيره وكوني عاقله. انا اختك عينا صابري هو غي زايد لقدام. سادة تجيب لنا الخشب قال لنا سدو عرفاش انا جبنا الخشب، جاب لنا بغى يجيب لنا مراه باش يزوج علينا. حنا جيعانين، حنا جبنا زوج كيلو بطاطا من السوق للسوق، وحنا غي صابرين هو غي زايد. هبتم ما انتي راكي هكا، لو كان عينو يجيب لكم مراه ما يجيب لكمش الخشب، يجيب لكم مراه. راجلي وانا نعرفه بغى يدير كيما الحاج موسى ربعه تاع النساء، راه معول يزوج علينا هذيك باينه. دين الاسلام حل الاربعه النساء تحبي ولا تكرهي، بصح الا يقدر عليهم في القران هذه محطوطه، نقدروا نديروا والو. هذه اش تهي على هذه الهضره؟ هذا هم كبير ديتو على اخويا، وراكي تشوفي في الهم. ما درنا عليه والو، وراكي كاليه وشاده وما خدمتش عليه. لا تكذبي علينا، لا تكذبي علينا. الجو انت في حاله، حنا معايا اليوم العرس نتاع قدور، هيا نتموا هذا العرس ومن الغدوه ربي كبير.
هاي فرات يندموا عليها. ربي كبير. نحكي لك واحد الحكايه. كان واحد السلطان السفاح عنده رجل عايبه عين عوره، وطلب من جميع الرسامين يرسموا له صورته، بصح جميع من اللي رسموا تقطع راسه. حتى واحد النهار جا واحد الفنان من بلاد بعيده رسموا، والسلطان كافاه. يا خير منهم. هاد الفنان تصور السلطان في الصيد، مركز على رجله العايبه هذه، وغمض له عينه العوره ويرمي في السهم. شو هكذا غطى عيوب السلطان. وهادو هادو بني كلبون حبوني نكل انا هكذا. موت ارحم ما في الارض يرحمك ما في السماء. وش جابك روحك يا بنتي على بعدلتينا عليه؟ علاك شتي بابا قدام الناس على بنتي عليه؟ وراه الوجه اللي نقابلو بيه الغش يا بنتي وراه؟ شبيه هادي؟ ما حبتش الراجل اللي زوجوها لي. لو كانت حاب نزوج بيها. راك مهبول؟ ما ايش عاتق؟ فيها والو؟ راك من خروط انتهي. أديانا أديانا أديان بيهم اللالة أديانا أديان حابد بدمي عشاق ليكم مكسوف بهم اللالة عديان يا عديان قلت شيم ولا محقور ويا تغير لا يزيدوشي أنا وانتم الحباب اثنين كانت فيا غابرانا ودارت عالكم وجهين أنا درق عالكم تنساوني قد هيا نهضنا. ايه تشفي قلت لنا عندي عينك. قلت لها جاك تخمي. لا مش نخمي. تخمي على العروسة؟ معلوم هذا المره الراجل رقبه من مره حيجيب عليك تخمي انت يعني. مش تحبي ان شاء الله؟ لا لا تحياك ما صبتهمش. ما صبتيهمش. الساعه كملت كملت.
لا لا تكلمي. إذا وجد الطعام وصلوه لدار الحاج موسى. وعلى هادشي وعلاه؟ في الحق عرسنا يفوت عندنا. هذه هي قضية الرجال، أنتم ما تبعوني. قضية الرجال. السلام عليكم. سلام، قربوا. ما يشوف العروسه قبل راجلها. ارحم والديك تربحي. لا يسهل. ارى الفاتح تا. راك سيدي صحة. يلا بسم الله. Thank you.
تغفر لنا ذنوبنا وتفتح لنا أبواب الجنة يا ربي. جعلها مرة صالحة مطيعة نعمر الدار بالولاد إن شاء الله. مش فيك مقلق تلفت الصلاة؟ كيف تلفت لك الصلاة؟ الناس راهي مقابلة يا صاحبي. قمتها قمتها يا واحد الجاي هادي تبهدي لي هادي. رسول الله عامل بشرف رسول الله. واسمك انت؟ قولي قولي شكون مالك؟ انا نعرفهم قاع هنا. لك حشمان شوفي كنا صغار كنا نلعبوا قدام الواد كنت نشوف البنات ونقول شكون هادي فيهم اللي راح تولي مرتي كي نكبروا درك باتوا الليلة هنا؟ ما نجمتش. أي خرج البرا الفاني صاحبي. كل راجل شوف غادي نوري لك غادي انا ندير العروسه وانت العريس ونوري لك. هيا توما هيا ديروا من هيا ديروا ساعه ديروا هيا مالك يا صاحبي هذا شرفك واش راك باغي تركع لك ولا لا؟ اما لما تدخل ما تبقاش تحكي لها في حياتك وكاع في الدخله يا صاحبي سبعه فهمت فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ اما لا هيا كتسمعي فيهم هكا حبيتي تبهدليني كتسمعي تضحكوا هكي حشمالة اني حشمال كتر منك هتكلمي العقونة ولا ما حبيتيش تزوجي بيا ما كيش حبك تزوجتي بيا وش حاسبة روحك هتكلمي وش حاسبة روحك انا راجل انا شوفي والله نحلف والله والله ما تهضريش والله غنضربك والله غنضربك والله ما تهضريش والله غنضربك فهمتي والله غنضربك
الدعوة خسرت نوض نوض. شهدوا عليا يا عباد الله، الزمت بنسى يا به نزوجه اليوم، راني وفيت معه. ما تحشموش، ما غش الشلافة ليس منا. هذا الهضر.